تجهز أمانة مدينة الرياض أحد المواقع الخاصة بها في الرياض لنقل مباريات خليج 22 على الهواء مباشرة، ويتزامن هذا الحدث مع تنظيم مسابقات وفعاليات ترفيهية مصاحبة، إضافة إلى مهرجانات للمأكولات الخليجية والأسر المنتجة التي تقوم على إنتاج الأطعمة والمشغولات اليدوية والمنسوجات والمستلزمات القديمة. ننوه مشاهدينا لأنه هذه الصور هي وهذه اللقطات تم تصويرها اليوم لاستعدادات أمانة منطقة الرياض لخليجي 22. معنا لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مدير عام الخدمات الاجتماعية بأمانة الرياض مهندس إبراهيم الهوامل. أهلا بك مهندس إبراهيم معنا في مساء الوطن، هل لك أن تطلعنا على استعدادات الأمانة بشكل مفصل أكثر لخليجي 22؟ أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا الله الأخوان المشاهدين جميعا، ومساءكم إن شاء الله سعيد. مساء النور. طبعا بتوجيهات من صاحب السمو الملكي امير منطقه الرياض صاحب السمو الملكي الامير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز، ومتابعه منه وحرص على ان تكون الرياض تواكب جميع الاحداث الحقيقه، بمتابعه وتوجيهات من ايضا معالي امين منطقه الرياض المهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل. هناك تضافر جهود فيما يخص اقامه فعاليات تواكب هذا الحدث وهو خليجي 22. الحقيقة الأمانة قامت بتفعيل أحد المواقع لديها وهو ساحة منتزه شرق الرياض بحي القادسية، وما نراه الآن في الصور هو تجهيزات. الحمد لله اليوم تم الانتهاء من جميع التجهيزات، جاهزين إن شاء الله غدا لإطلاق الفعالية. طبعا الفعالية تحوي عدد من الأركان، منها مهرجان التسوق وهي عبارة عن خيام مجهزة ومقسمة لمحلات منوعة من المنتجات الوطنية وكذلك الاستهلاكية، أيضا الأسر المنتجة. فالأمانة لا تنسى توفير أماكن للأسر المنتجة، وهناك أكثر من 40 أسرة منتجة يوجد لهم مواقع مخصصة لتقديم ما ينتجون من مأكولات ومشغولات يدوية وملابس إلى آخره، أيضا مدرجات للرجال وأخرى للنساء، وشاشة ضخمة تقريبا مساحتها 50 متر مربع يقدم من خلالها بث مباشر للمباريات، بالإضافة إلى فعاليات على المسرح المشكل بشكل ملعب كرة قدم وهي فعاليات منوعة لأسر الفرق متخصصة في فلكلورات شعبية لضيوف البطولة وكذلك أهالي مدينة الرياض وزوارها، بالإضافة إلى فعاليات الأطفال وعدد من المسابقات لها. نعم طيب، بحسب ما نشاهد هناك مدرج مثل ما ذكرت وأيضا شاشة كبيرة ومكبرات الصوت أيضا، المدرجات هذه راح تستوعب كم العدد اللي راح يستوعب من الرجال ومن النساء؟ طبعا يعلم الجميع بأن المدرجات فقط لمشاهدي المباريات، لكن هناك كراسي مقاعد موزعة في الموقع بالإضافة إلى أماكن جلوس منتشرة. أما المسرح فهو يحتوي على أكثر من 1800 مقعد تقريبا، مجزأة منها ما هو للرجال منها النساء بحسب طبعا أو حسب التقسيم الموجود اللي رأيناه في الصورة قبل قليل. نعم، متى فعلا سوف تبدأ؟ ذكرت غدا، بالضبط الساعة كم؟ إن شاء الله غدا الساعة 4 عصرا ستبدأ الفعاليات بإذن الله، وسيبدأ التسوق في المهرجان وتنتهي يستمر لمدة 14 يوم المهرجان عموما، وراح يكون إن شاء الله نكون جميعا على رهبة الاستعداد لاستقبال الجميع وتوفير الأجواء الملائمة لهم. نعم، ال 14 يوم أستاذ راح يكون في فعاليات مستمرة، يعني المهرجانات اللي ذكرت والفعاليات والفرق راح تكون متواجدة على مدار ال 14 يوم؟ ان شاء الله. طبعا إمارة منطقة الرياض قامت بالعديد من الفعاليات حقيقة، وفعاليات ضخمة وموزعة، لكن نتكلم عن الموقع الذي تدير أمانة منطقة الرياض وهو هذا الموقع، ستكون الفعاليات مستمرة على طول من الساعة 4 عصرا حتى 11 مساء لاستقبال العائلات فقط، ويكون هناك فعاليات. طبعا الفعاليات تكون في منها للأطفال وفي منها للكبار وفي منها للنساء والرجال، تكون على فترات. نعم، طب ذكرت انه المدرجات هذه هي خصصت فقط لمشاهده المسرح، وراح يكون مقاعد اخرى، المقاعد الاخرى يعني لمشاهده ماذا؟
مقاعد أخرى، لأن في أسر منتجة تنتج مأكولات وكذلك مشغولات يدوية بالإضافة إلى مهرجان يعني التو. مثل المطاعم، مقاعد للجلوس وللراحة. نعم، منتشرة في الموقع. والمدرجات هذه بطبيعة الحال هي مجانية للجميع. نعم، الدخول مجاني والفعاليات مجانية، وهناك جوائز أيضا سابقين، ما عدا التسوق كل من أراد أن يشتري شيء يشتري. طيب، بالنسبة للمواقف وبكل تأكيد راح يكون هناك زحمة، هل تم التعاون مع مرور الرياض بهذا الشأن؟ طبعا هناك تضافر جهود حقيقة من الشرطة والمرور والدفاع المدني والهلال الأحمر وجميع الجهات التنظيمية وهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكلهم موجودين في الموقع، ومساندتهم دائما لنا هي ما يشجعنا للعمل، ومتواجدون معنا، وحتى أجروا بعض الخطط لاستقبال الزوار وطريقة الوصول للموقع وما إلى ذلك. وتم تجهيز المكان أيضا بمواقف للسيارات لاستيعاب هذا العدد؟ نعم نعم، هناك مواقف مخصصة للسيارات خارج الموقع، وبوابة خاصة للزوار، وتخدم الجميع. نعم، طيب، دعوة توجهها للمشاهدين خلال مساء الوطن، ماذا تقول لهم؟ نوجه دعوة للجميع لزيارة هذا المهرجان والاستمتاع بفعالياته، وأيضا للتسوق والاستفادة من ما يقدم والأسر المنتجة، ونقول لهم إن شاء الله أن نكون مستعدين ومبتهجين لزيارتكم إن شاء الله. نعم، فقط للتذكير هو يبدأ غدا الساعة 4 عصرا، يستمر على مدار 14 يوما أيضا مهندس إبراهيم، صحيح؟ ينتهي من 4 عصرا وينتهي الساعة كم في الليل؟ 11 مساء. أشكرك على كل هذه المعلومات، مدير عام الخدمات الاجتماعية بأمانة الرياض مهندس إبراهيم حويمل، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.